هنروح لمنتخب الطايره. منتخب الطايره وهو حتى في أسوأ حالاته غياب عناصر كبيره جدا بيحصد الميداليه البرونزيه في بطوله افريقيا اللي اتلعبت على ملعب رواندا في كيجالي. رواندا اللي اتلعب عليه بطوله افرو باسكت من اسبوعين برضو اتلعب عليها بطوله افريقيا. طبعا مشوار المنتخب كان صعب، يمكن في البدايه خسرنا او تلقينا خساره غير متوقعه من كينيا 3-2، ما فرقتش معانا قوي. خسرنا من كينيا، تاهلنا، قصدي تاهلنا، هي فرقت معانا في حاجه واحده، ان احنا التقينا بتونس في قبل النهائي، وده حاجه صعبه. يعني انا شايف عدم حصولنا او وصولنا للفاينل كان سبب ماتش كينيا اللي خسرنا فيه 3-2، بعد كده كسبنا تنزانيا 3-0، كسبنا المغرب 3-1، طلعنا تاني المجموعه. رحنا في دور الاربعه قابلنا مين؟ قابلنا منتخب اوغندا. كسبنا 3-1 وقدرنا ان احنا نطلع. طلعنا قابلنا مين؟ قابلنا تونس في قبل النهائي. هي دي كانت الازمه، ان احنا نقابل تونس بالجيل ده في قبل النهائي. ولو كنا رحنا على الطرف الثاني كنا ممكن نكسب ونطلع فاينل، وكنا هنبقى اول وثاني راح بطوله العالم. ده كان تمنه ايه؟ ان احنا لعبنا ثالث ورابع. كسبنا المغرب 3-1، وعلى فكره كسبناها في المجموعه زي ما قلت لحضراتكم. بعد ما كسبنا 3-1 خدنا الثالث. طب موقفنا ايه يا كابتن من التاهل لبطوله العالم؟ الاول والثاني بيتاهل مباشره لبطوله العالم، وبعد كده بيحطوا رانكينج لكل الفرق على مستوى العالم. اي فرقه على مستوى العالم من السته الاوائل بتروح على الثالث، بتروح على بطوله اوروبا. هو ده اللي هنعرفه اكتر، كمان هنعرف التاهل وظروفنا ايه مع كابتن محمد مصالح ميدو في الفقره الثانيه. هنشوف ازاي مصر ممكن يبقى ليها حظوظ. انا من رؤيتي وحساباتي اللي كنت حسبتها صعب مصر تتاهل كثالث لبطوله العالم، بس هنعرف اكتر الرؤيه الفنيه مع كابتن محمد مصالح ميدو في النص الثاني من حلقتنا.